كل سنة طيبين ومساء الفل عليكم. النهاردة هنتكلم عن مسكية رمضان وأول واحد عمل مسكية رمضان وحواديت كتيرة جدا. بس قبل ما نخش في الموضوع يا ريت تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا زرار الجرس علشان يجيلكوا تنبيهات بكل جديد أنا بنزله. تقدروا كمان تعملوا فولو على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الانستجرام. رمضان جميل وهيبقى أحلى إن شاء الله لما نقعد في البيت عشان ما ينتشرش مرض كورونا. يلا نبدأ. حاجة من الذكريات الجميلة جدا اللي بنفتكرها في شهر رمضان هي امسكية رمضان. وانا صغير مثلا كنت بطبقها وحطها في جيبي كل شوية اقعد ابص وعد كام دقيقة ناقصة على صلاة المغرب عشان نفطر. طبعا بالذات كمان الواحد لما كان لسه بيتعلم الصيام وهو صغير. اول واحد بقى عمل امسكية رمضان كان مين؟ اللي ما يعرفش بقى الامسكية هي جدول كده محطوط فيه مواعيد الصلاة ومواعيد بالذات صلاة الفجر وصلاة المغرب لان دول اللي مرتبط بيهم الصيام اللي هو بيبدأ من الفجر لغاية المغرب. بداية الامسكية كانت في عهد محمد علي وقبل ما يموت بسنتين وتحديدا سنة 1262 هجريا، وكان ساعتها شهر رمضان بيوافق شهر سبتمبر سنة 1846 ميلاديا. طبعت الامسكية على ورق اصفر وكان طولها 27 سنتي في 17 سنتي، واتكتب عليها من فوق ان اول يوم رمضان هيكون يوم الاثنين ويرى الهلال ظاهرا في الجنوب كثير النور قليل الارتفاع ويمكث 35 دقيقة. ده بالظبط اللي اتكتب عليها من فوق. تحت الجملة دي معمول جدول في كل مواعيد الصلاة من أول يوم لآخر يوم وبالتوقيت الهجري مش التوقيت الميلادي، وعشان أول ما بيدن الفجر بنمسك عن الأكل اتسمت إمسكية. طبعت الإمسكية في مطبعة بولاق واتكتب عليها إمسكية ولي النعم، وطبعا اتحط جنبيها صورة محمد علي باشا. بعد ما طبعت الامسكيه توزعت على كل ديوان من دواوين الحكومه وامر محمد علي باشا كل الموظفين ان هم لا يتكاسلوا ولا يتراخوا ولازم يوزعوها بنفسهم على الناس. في عهد الملك فاروق اتطور الموضوع عن كده شويه وبدل ما كانت ورقه واحده بقى شويه ورق متدبسين في بعض في شكل كتيب، والكتيب ده فيه شويه صور صغيره من القران واحاديث نبويه وادعيه. واشهر الامسكيات اللي اتعملت في الوقت ده كانت امسكيه معموله دعايه لشركه اسمها شاي الشيخ الشرين. شركات تانية كمان عملت دعايه لنفسها من خلال ان هي تطبع امسكيه، وكان منها شركه شيميرلي وعدي وفيليبس. سنة 1364 الموافق ساعتها رمضان شهر أغسطس سنة 1945 اتفاجأت الناس باليهودي داود عدس انه طبع امسكية تحفة. امسكية اعتبرت بعد كده هي النموذج اللي كل الناس قعدت تطور عليه واتبعت الاسلوب بتاعه. الامسكية دي كان فيها مواعيد الصلاة ومواعيد الافطار والامساك، وكمان فيها معلومات عن الصيام واسبابه وشروطه. امسكية كانت جميلة جدا، وفي اخر سطر من الامسكية حط داود عدس اليهودي اعلان عن المحل بتاعه. الامسكية دي كانت تطوير لامسكية عملت قبلها عملها تاجر عطارة واتعملت سنة 1356 هجريا اللي كان ساعتها رمضان موافق نوفمبر سنة 1937. الامسكية اللي عملها تاجر العطارة كان فيها اذكار الصباح والمساء وايات قرآنية وفيها احكام الصوم واحكام زكاة الفطر. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا زرار الجرس علشان يجيلكم تنبيهات بكل جديد انا بنزله. تقدروا كمان تعملوا فولو على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الانستجرام. رمضان جميل وهيبقى اجمل ان شاء الله لما نقعد في البيت عشان ما ينتشرش مرض كورونا. سلام.